نعم دكتور عواد، ماذا عن جواز السفر الموحد؟ هل ممكن أن يعني تخطو دول الخليج هذه الخطوة قريبا؟ أتصور من الممكن جدا، وهذه يمكن لو قلنا هي أقل التعقيدات إيجاد جواز سفر موحد لمواطنين مجلس التعاون الخليجي، لأن أوجدنا اليوم رخصة القيادة موحدة، وأيضا في الطريق إلى إيجاد هوية مدنية موحدة. القضية الأساسية هي نحن نتأرجح في الاقتصاد نوعا ما لتشابه قطاعاتنا الاقتصادية، والاختلاف ربط عملاتنا المحلية بالعملات الدولية. لكن هذه خطوات الآن في تصوري سوف ترى النور بعد مؤتمر القمة في عام السابق في عام 2021، وبالمبادرة السعودية في إنشاء أو التسريع بالقيام السوق الخليجية المشتركة، لأنها هي مرحلة لاحقة والانتقال من التعاون إلى التكامل. أنا في تصوري المستقبل الوحدوي في دول الخليج بغض النظر عن الاختلافات التي تمت والخلافات السياسية.